هل التعزية تنتهي عند تمام 3 أيام أم لا تنتهي ما دامت المصيبة في القلب؟ وما حكم قول أحسن الله عزاءكم عند تمام الأيام 3 الأولى؟ ليس للتعزية وقت محدد تنتهي به، لأن هذا لا دليل عليه، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون يعزى إلى 3، لأنه بعد 3 ينسى المصيبة فلا تجدد عليه مرة ثانية. هذا من باب التعليل وفقط، أما الدليل فلا دليل على ذلك، وإنما يعزى بحسب المناسبة. وقد يكون بعض الناس غائبا أو لم يعلم بوفاته فتتاح له الفرصة للتعزية، وكل ما قربت التعزية من الوفاة فذلك أحسن وأتم. نعم.